هذا فيديو عن موضوع التزليق مرتبط بالطريقة، لكن بس نقاط معينة قد تكون عميقة، فاللي ما شاف مقاطع التزليق لا يشوف المقطع هذا، يعني ما راح يفهم شيء أو ما راح يستفيد شيء. شوف مقاطع التزليق قبل تدريجيا، يبدأ فيها من البداية ثم يطلع فوق. أتوقع هذه القائمة في القناة اسمها التزليق، وقائمة ثانية اسمها القفل ضمن القوائم. في قائمة اسمها التزليق، مقاطع التزليق فيها كلها موجودة، بس قد أكون لخبطتها. فحاول إنك تبدأ بالرقم الصغير ثم تدريجيا يطلع، يعني ابدأ من أول واحدة ثم تدريجيا يطلع. قد أكون حطيتها ملخبطة، فحاول إنك تلقى الرقم الأول ثم تدريجيا يطلع. ثم شوف المقاطع، لأن أبغى أتعمق في نقاط معينة تكلمت عنها، فما أقدر أتوسع في أشياء معينة قد شرحتها. فاللي ما يفهم يرجع للي ما شافه قبل. طبعا زي ما قلت في جميع مقاطع الطريقة، إن قبل وبعد وأثناء فعل كل شيء الحصان يقع واحدة من الثلاث: قبل، أثناء، بعد، كل شيء. إذن هذه الثلاث مستمرة في جميع الحالات مع أي حصان: بدوك، مقيود، عربي، أصيل، كدش، تركب صح، غشيم، حمار، حصان، ما تفرق. الحصان مسوي الثلاث هذه قبل أو بعد أو أثناء فعل أي شيء. زي ما قلنا، تسميها شيء غير السحب، غير الإعطاء، غير التذكير، حلو، سمي اللي تبغاه. التسميات أفضل من واحد يسمي تسميات الأقرب لا شك فيها. ولكن الواقع أنه سوى الحركة هذه. يعني الواقع لا يقبل النقاش أنه سوى الثلاث. عشان كذا مثلا لما اتكلم عن الطرق اللي اشتراك في طريقه ما تعرفها، زي ما قلت سحب او فضه او تكه، ما قال لك سحب او فضه او تكه، ما سحب او معطى او تكه، لكن الفكره ما ادري ينكرها، كنت انه صام مد رقبته او انه ثبت رقبته او انه اعطاك. والطريقه مبنيه على منع صام من السحب، والطريقه مبنيه على انه يفرض على صام التذكير او الاعطاء. الواقع لا يقبل النقاش. اذا هو اصلا مسوي واحده من الثلاث كذا ولا كذا. بعض الناس تتصور انه طريقتك اصلا مبنيه على الثلاث او مواكبه الثلاث، فبما انك تواكب الثلاث لازم يسوي الثلاث، لكن لو ما واكب الثلاث او ركب طريقه اخرى ما يسوي الثلاث. هو مسوي ثلاث. وضعت اول مقطع: الحصان قبل وبعد واثناء فعل اي شيء مع اي شخص في اي وضع في اي حاله سيفعل واحده من الثلاث، ويستمر طبعا. ثم يختار اللي يبغاه يعني. لكن الفرق في الدرجه، يعني ممكن يسحب طول 10، ممكن يسحب طول نص، كله سحب. يعني ممكن مثلا فرضا خلينا نقول هذا سحب الحصان، وخلينا نقول هذا الحد اللي يوصل للحصان، هذا سحب، وهذا برضه سحب. يعني هذا الحد اللي الحصان يوصل له بالسحب، هو واقف فينا الان، سحب زياده، كله سحب. انه موجود الثلاث موجوده، فهو لا شيء ليس مرتبط في الطريق اصلا، موجود في الخيل. سرنا الطريقه الفطريه الطبيعيه لا شعوريه اللي هي مواكبه الحصان في الثلاث، هي الطريقه الاصح، اللي هي تعتبر ما لها فروع ابدا. واكبت الثلاث فاستغليت الثلاث عليه وزنته. بينما الطرق الاخرى كلها صح او خطا، منعت من واحده، وهذا المنع ادى ان الحصان في بعض الحالات يحاول يحوسك او يحاول يستغل عليك وينجح. فالثلاث اصلا موجوده، هي الدعوه اني اقول خلها تكون موجوده في مواكبها، هي صايره اصلا. طب الحصان لما علمت الطريقه الصحيحه الاخرى ما سحب، اي لما علمت سحب معك، ثم تدريجيا بدا ما يسحب، لان دربته على عدم السحب. اذا لما سحبه مره وش سويت؟ اضطريت انك تسوي شيء غير طريقتك. مما يعني انك اثناء تدريبه عقب ما خلاص يقتنع انه ما راح يسحب بكره، لو خاف سحب مره ثانيه تغير طريقتك. عشان كذا لما تركب عسيف تغير طريقتك، لما تقعد حصان جديد تغير طريقتك، لما تركب حصان جديد تغير طريقتك، وصلك نفسه خاص لما يخاف تغير طريقتك. لانه يرجع طبيعته، يرجع غريزته. لكن لما تكون انت تقول غريزتك انت تسويها، انا ما انا بضدها، اواكبها واستغلها عليك، يبدا يختار انه ما يسويها. عشان كذا تلاحظ شيء غريب، ان اكثر خيل بشكل عام تقوس قوي جدا في التزليق، مع انك ما طلب مني تقوس شكليا، يعني انت اقرب انك تقول لا تقوس قوس. هناك اقوى طريقه ترد الحصان هي التزليق. نفس الوقت الحصان شكليا كطريقه كانك قاعد تقول انطلق. هذا موضوع الموازنه، لما تركب هادي يحتر، او لما تركب هادي حار يهدى، او قوي يخف، او خفيف يقوى. هذه هي الاشياء، هاي زي ما قلت تسوي شيء معين، يصير بعد فتره تسوي العكس. تستغرب انك كنت محرر، المفروض يستمر على يسويه. ما هو هنا المصيبه، هو اصلا ما كان يسويه الا لان عنده سبب وعنده هدف. لما تفاجأ انك مواكبه من حق انه يسوي الشيء هذا، اختار ما يسويه. كان بسيط خلاص. السبب فعله والهدف من فعله خلاص راح. السبب كان اني مركوب خطأ، انا مركوب صح. والهدف اني كنت ابغى اخلي التوازن الخيال، انا ما اقدر اخلي التوازن الخيال، اللي انا كحصان. فيختار انه ما يسويه، انا لما بقول اني اختار انه ما يسويه،
اقصد مو قصدي اني اختار والله ابغى اسوي كذا، قصدي اني اختار انه مضطر يعرف ان الحصان لو صار شيء يصير له هو. بينما هناك صح او خطا انت منعت الحصان منع ايجابي بمعنى ان الروبوت الجديد يشتغل عليك. فهنا هنا نقطة البحث. ابغى اتكلم موضوع ثلاث ربط عن تسديف، ابغى اتعمق في النقطة التسديف زي ما قلت ما يفهم يرجع مقاطع الاخرى. الثلاث حاصلة مع الجميع قبل واثناء وبعد فعل اي شيء مع اي حصان في اي حالة في اي وضع، انت تواكبها. اللي يصير انك انت قلت النتيجة واحدة والدرجة مختلفة، كذلك النتيجة واحدة من ناحية المواكبة. اعطاني جماعة تك تك سحب زلقت، لكن الدرجة مختلفة. يعني حصان ركبته ثم ركبت فرس ثم ركبت حصان في يوم واحد، ثلاث رؤوس مختلفة. يجيك واحد يقول هذا سحب طول 10، هذا سحب طول 2، كوك تغير، ما تغير كوك، فكرتي واحدة، مواكبتي واحدة، بس هذا سحب زيادة، هذا سحب أقل. فالطريقة مبنية على أني أنا أواكب الحصان وهو اللي يقرر مقدار تزليقي وما أنا أقرر. الطرق الأخرى علم، أنت تسوي شيء معين والحصان لازم يتقبله مع الوقت. أنت تفرض عليه فرض. فالتزليق هو اللي يفرض عليك ايش تبغى. تقول لا لا السحب له هو ما يدخل. استمر يسحب طول 10 كيف؟ سحب طول 2 كيف؟ فتركب حصان فرضا يعطي زيادة. تركب حصان ثاني يتكي زيادة، تركب حصان ثالث يسحب زيادة، تركب حصانين كلهم يسحبون، ده يسحب زيادة ده يسحب أقل. واحد يسحب بسرعة وواحد يسحب شوي. فالفكرة واحدة إني ما منعتك من الثلاث، لك حق فعل الثلاث، سأواكب الثلاث قد ما سويت بالضبط. طيب كم سوى من سحب أو تغذية أو تذكية؟ راجع له هو. هذا الاختلاف. بينما لو كنت بقفل عشان أقفل لابد أقول للحصان لا أنا أحط القفل، أنا حدد المقدار. فأعطيه مثلا أول شيء أول وقت مثلا أعطيه بدوك كبير، ثم تدريجيا أصغر البدوك، ثم أصغر جدا لين مثلا أعطيه بدوك صغير ثم بايكة ثم بصل. ويتقبل. إذا تلاحظ الحصان يعرف القفل مرة تمشي فيه كأنك ما قالوا صار بصلب. ما يقول شيء. تسوي تبقى على الأخر تقبل تدريجيا. فأنت واضع الحدود كخيال. وهو يضعها. في التزليق الحدود له هو، لكن نفس حصانك الخاص في الطلعة نفسه زي ما قلت يقوس يمد رقبته يتكي يسحب يفضي، هناك حار هناك هادي. امس كنت مع واحد اوري شيء معنا بالحصان سولف معه جنبه حصان شويه يقوس، ثم بعد شوي نفس الحصان استرخى، بعد شوي حصان مد رقبته، بعد شوي حصان قوي. يعني انت متغير مع الحصان، وهذا اللي يخلي الحصان متى يتغير معك. يعني تواكب الحصان لدرجه ان اي شيء يسويه ياثر فيك. طرح طريت هدي هديت ركض خاف خفت ارتبك ارتبكت قوة قويت خف ثقل ثقل. بعد فترة يصير هو حساس أي شيء تسويه يواكبك، هو يواكبك أصلا لأنه بالفعل سبب فعل الأشياء اللي يسويها، والهدف من فعل زال وزال زال السبب وزال الهدف. فشيء عجيب، يعني شعور عجيب جدا أنك تركب حصان تصل لمرحلة أنك تحس أن أي شيء تسويه بدون استثناء يؤثر عليه. فتح واسع حد أي شيء تسويه يؤثر فيه. نفس الوقت اي شيء هو يسويه اثر فيك. صار لك سنين تركبه سنوات وعارف تماما نفس الحصان ده في الطلعه طالع هي مسار اي شيء يسوي اثر فيك مع انه موزون قبل الوزن. فشيء مستمر متغير هو متغير له حدود، بس حدود وش هو وضعها. فانت ما تشعر في حدود انه هو اللي يضع الحدود، الحصان يغير حدود على كيف. بينما هناك في حدود انت تضعها، بما انك انت تضع الحدود لابد تعوضها باشياء اخرى. هو الفراغ منعك من السحب، لكن عندك فراغ، ما انت بحر في البر، لكن بدوك كبير زين. ثم صغرنا شوي اعطيناك هكم، ثم صغرنا شوي اعطيناك برسيم، ثم صغرنا شوي اعطيناك شعير، ثم اعطيناك بايك اعطيناك مويه، ثم صلبنا هك حسيناك تقبل خلاص. لكن بالنهايه في البايك او في بدوك الصغير او بدوك كبير او مسلوق لو خاف اول شيء يسوي وشو؟ يكسر البدوك او يكسر باب البايك او يكسر المسلوق، من طبيعته يرجع له. لكن تخيل انك واكبت طبيعته، تفك في البر وعندي قدرة هاي اني الحكم في معك، تروح يمين روح يمين، تروح يسار روح يسار، ترك الباكل توقف وقف. هذا هو التسليك. واكبته كانك تجاري طبيعته، فينصدم ويراك انك كلك حصان، فيبدا ايش؟ زي ما قلت كلام عميق او يعني دقيق، قد يرى بعض الناس مو غريب عليهم، لانه طبعا ما شفت المقاطع قبل ما يبدو يشوفها. يعني ما اقدر زي ما قلت اسمع اكرر بعض النقاط للمبتدئين، اللي يشوف مقطع ما يفهم سهل جدا المقطع تكمله مقاطع اخرى ارجع لها. ومفات مقاطع التسديد برضه ارجع للمقاطع اللي قبلها، انا ما شرحت الثقه على طول، كنت اسوي اشياء بدون اي كلام، ثم تجي بديت اشرح، ثم شرحت الثقه، ثم شرحت ايش قاعد اسوي، ثم شرحت الطريقه. فانت تجي المحصله النهائيه اكيد ما تفهم شيء ابدا، ارجع ابدا من البدايه. هذا موجه للناس اللي بادئين من البدايه وفاهمين، يعني ماشي خطوه بخطوه. اللي ما مشى خطوه بخطوه ارجع اللي قبل.
اتوقع لو تكتب باليوتيوب اصلا Arabian Riding التزليج، بس تكتب Arabian Riding التزليج او تدخل في القناه نفسها تلقى قائمه اسمها التزليج، جميع مقاطع التزليج موجوده فيه. شوف مقاطع الشرح، شوف مقاطع التزليج. اما اللي